مؤسسة الإنتاج الصناعي للأحذية بمدينة فرندابيتيرت بقيمة إنجاز فاقت 700 مليون سنتيم، وحدة إنتاجية تشغل 26 عاملا في مناصب دائمة وتنتج يوميا 500 زوج من الأحذية. إنتاج سيتضاعف بعد الحصول على أرضية لتوسيع المؤسسة. حاليا تحصلنا على قطعة أرض عن طريق الكالبيرف، عطونا قطعة أرض فيها 2500 متر هكا. ناوي ان شاء الله في المستقبل نديروا ريكستونسيون ونوسعوا المشروع، والمشروع الجاي ان شاء الله خلال التوسيع راه يوظف تقريبا 150 عام ان شاء الله. الانتاج يكون 180 زوج حذاء في الساعة. وبما أن حسن التصميم أساس نجاح المؤسسة ورواج المنتج، وظف محمد عمال مؤسسة سناباك سابقا، فكان المنتج بنوعية وجودة ما عدد مقترحات الشراكة والتعاقد من مؤسسات أجنبية. اتصلت بي مؤسسة من تونس، مؤسسة إيطالية، باش نصدروا لهم منتوجان، بصح السياسة نتاعي حاليا ما تسمحليش. سمعت يعني عاد كي بادي جاي كما نقولوا بشويه الخبره هذه اللي عندنا تاع 23 سنه كنا في سوني باك، رانا بنساعدوا فيها هذا الشاب هذا باش ندعموه وباش نرفعوا هذه المؤسسه. اللي شفنا موديل يمشي في التسويق مليح ولا ناخذوه، نقدروا بلي ناخذوه ولا نموديفوه منه كاش ديلين يكونوا شابين ولا ونديروا منه حذاء، نقتبسوا ندوا فكره من هذاك الموديل باش نصمموا حذاء وحده اخر. نجاح المؤسسة لا تحدده مدة زمنية قدر ما هو رهين الطموح والإرادة والتفاني في العمل لبلوغ الأهداف المرجوة، وهدف محمد مصنع بمقاييس دولية.